أستاذة شرق الله، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا، مرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. شكرا أستاذة شرق الله، أنت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بمناسبة عيد العرش، مرور ربع قرن على جلوس الملك على العرش. يعني كان واحد العفو اللي هو يعني متميز من حيث العدد وأيضا من حيث المعفى عنهم. أولا، أنتم في الجمعية كيف تلقيتوا هذا العفو؟ طبعا مناسبة عيد العرش كما قلت سي منير يعني كيصدر طبعا عفو ملكي على مجموعة من المدانين، سواء أحكام نهائية أو في طور المحاكمة أو لا، إطار يعني الاختصاصات التي يخولها الدستور لصاحب الجلالة باعتباره رئيس الدولة، وكذلك هذه بادرة إنسانية من العطف والرحمة لملك البلاد على مواطنين ومواطنات ارتكبوا أفعال إجرامية في وقت معين، كانت لهم خصومة مع القانون، لكن طبعا هناك إجراءات في إطار يعني سياسة جنائية لإنسانة العقوبة فتح المجال لهؤلاء المدانين من أجل التمتع بهذا العفو، وفتح الباب والمجال لهم من أجل الاندماج داخل المجتمع بعد ما يعني كيقضيوا أو لا كيتحكم عليهم بعقوبات حبسية أو سجنية أو غرامات. طبعا في هذا الإطار يعني نحن لا يمكننا كحقوقيين إلا أن نتمنى بادرة ومعانقة هؤلاء المعتقلين أو المدانين الحرية، لكن في نفس الوقت نؤكد على وضعية ضحايا الاعتداءات الجنسية بالنسبة لبعض من أفرج عنهم، يعني خاصة 3 ملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وواكبت الضحايا، وخاصة هم النساء عانوا ويعانين إلى اليوم من ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية إلى غير ذلك من جراء الأفعال الإجرامية التي ارتكبت في حقهم اعتداءات جنسية. الجمعية كما قلت لا يمكنها إلا أن تتمم البادرة طبعا في إطار ما يخوله الدستور لجلالة الملك اختصاص، وهذا مجال محفوظ لجلالة الملك، لكن كما قلت وأنا أتتبع يعني ما نشر من تسجيلات وفيديوهات أثناء خروج بعض هذه المعتقلين من السجن من فرحة لعائلتهم لأصدقائهم، أهنئهم أولا لتمتعهم بالعفو الملكي، لكن في نفس الآن كنت أفكر في عائلات الضحايا، في أبناء أسماء حلاوي رحمها الله التي توفيت من جراء يعني تبعات ما عشته لمدة سنوات من الاعتداءات الجنسية، وتركت رضيع وهي يعني على فراش الولادة يتيم، تركت طفلة في ربيعها السادس أو الخامس آنذاك، تركت زوج اليوم يتحمل مسؤولية ديال زوج الأطفال، وأم لازالت تعيش في الشقة التي ناضلت أسماء رحمها الله في إطار يعني السكن الاقتصادي اقتناء شقة بإمكانياتها البسيطة، واليوم اللي الأم ديالها كتقوم بها. تذكرت كذلك ترى والابن ديالها والوضعية ديالها الاجتماعية دون شغل، وتذكرت خلود وابتسام ووصال وكلهم. تذكرت كذلك في نفس الوقت الشاب آدم وما تعرض له من اعتداء في مجتمع طبعا لا يقبل ولا يتحدث ولا يستمع ولا ينصت لشاب تعرض لاعتداءات جنسية وما يعانيه اليوم من تهميش من وضع اجتماعي. تذكرت كذلك ضحية عمر راضي وأوضاعها الاجتماعية. باختصار يمكن نقول هذا حق
للملك حسب الدستور، العفو هو حق للملك، فصل 58 الدستور. وتتبع التصريحات المفرج عنه، سعدت لما سمعت حقيقة أحدهم بدون ذكر الأسماء يعتذر للضحايا. هذا بداية لجبر ضرر الضحايا، ولكن أتمنى أن يكون هؤلاء المفرج عنهم في هذه الملفات في مستوى العفو الملكي، لينفذوا أحكام قضائية لجبر ضرر نسبي لهؤلاء الضحايا بأحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، أن يكونوا في مستوى هذا العفو الملكي. نعم، إذا بغينا نتكلم بشكل عام، هل العفو يعني تبرئة مما بتاتا يعني؟ بتاتا بتاتا. العفو، هناك كما قلت مقتضيات دستورية، هناك مقتضيات المنظومة الجنائية، وهناك ظهير متعلق بالعفو. العفو الملكي يتعلق بالعقوبة الحبسية أو السجنية، ولا يمس حقوق الأغيار حسب أظن الفصل السابع من ظهير العفو. وبالتالي حقوق الأغيار سواء كانوا ضحايا مثل الملفات التي نحن نتحدث عنها المتعلقة بصحفيين، هناك ضحايا اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاتجار بالبشر، وزمان نرجع لتفاصيل الملفات لأن الجميع يعرفها، وكل وسائل الإثبات كانت هناك حاضرة، الإدانات والحكم ومؤاخذة هؤلاء المدانين. العفو بعد مسطرة ديال طلب العفو حسب المقتضيات القانونية من جهات متعددة، سواء من المدان نفسه أو من عائلته أو من النيابة العامة، أو هناك جهات متعددة من حقها طلب العفو حسب ظروف. طبعا هناك إجراءات وملفات تحضر وتقارير سلوكات المدانين داخل السجن، وهل يعني استجابوا لإجراءات الإصلاح، لأن الهدف كما قلت من العقوبة هي إصلاح أولا المدان من أجل إدماجه من بعد داخل المجتمع، وبالتالي هناك إجراءات لا تعني تبرئته ما دام أن القانون واضح في هذه المسألة. العفو يتعلق أولا في هذه الحالات بالمدة المتبقية من العقوبة الحبسية أو السجنية، المدة المتبقية من هذه العقوبة، ولكن حقوق الأطراف الأخرى راه ثابتة بمقتضى الأحكام القضائية واللي كي مبنية على نصوص قانونية. وبالتالي هذا الشيء علاش قلت أنا إذا كان العفو الملكي جاء بطبيعة الحال في إطار هذه الإنسانية والرحمة والعطف لجلالة الملك، ففي المقابل المفرج عنهم المطلوب منهم يكونوا في مستوى العفو، يطبقوا أحكام قضائية لجبر ضرر هؤلاء الضحايا. هناك تعويضات طبعا لن تجبر ضررهم ماديا مهما حاولنا، وكما قلت الظروف الاجتماعية اللي كيعيشوها صعبة جدا، ولكن رغم ذلك هذا جزء من جبر الضرر المدني المخول لهم بمقتضى القانون أنهم ينفذوه ويكونوا في مستوى هذا العفو الملكي. كل حديث على أن العفو يساوي البراءة هذه مسألة اللي غير صحيحة، والناس طبعا ما عندهاش وعي قانوني بالأمور، لهذا نوضحوا هذه المسألة بأنها لا تعني البراءة بتاتا من الأفعال، أفعال ثابتة، فقط هناك يعني هذه البادرة تكون وفي كل الأعياد الوطنية والدينية كتكون هناك يعني بادرة ديال جلالة طيب الملك للعفو على مجموعة من المعتقلين. أشير في هذه الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة يعني على عرش أسلافه الميامين، تم العفو كذلك على مجموعة من المدانين في إطار جرائم الإرهاب. هل يعني أنهم تمت تبرئتهم من ذلك؟ لا. هل يعني أن كل هؤلاء الذين تم الإفراج عليهم
هما يقدرون تقريبا ب 2456 كنظن كلهم يدخلون في إطار بعض المزايدات السياسوية. هناك من يتحدث على مرحلة مصالحة جديدة، هناك من يتحدث على انفراج سياسي. أعتقد بأنه تضخيم للأمور، أعطاها أكثر من حجمها. الواقع بأن هادو صحفيين في مهنهم، هذا لا يعفيهم أولا من أي متابعة قضائية في حالة مخاصمتهم للقانون، وبالتالي هذا ما جرى في هات الملفات، وتمت إدانتهم من أجل أفعال إجرامية، جرائم الحق العام. تمت إدانتهم، وطبعا هم قضوا مدة من العقوبة الحبسية أو السجنية المحكوم عليهم بها، وبالتالي كيجي عفو ملكي كما استفد منه، كما تمتع منه به مجموعة من المدانين الآخرين. يعني بما انك استاذ عائشه انت رئيس جمعيه حقوق الضحايا، اين هي حقوق الضحايا؟ هل تسقط بهذا العفو؟ لا لا عموما لا كنتكلم تسقط، على العموم. لا تسقط حقوق الضحايا. كما قلت، ظاهر بشأن العفو واضح في هذه المسألة. العفو كما قلت يتعلق بالعقوبة أو الغرامة، أما ما يتعلق بحقوق الأغيار وبشكل عام، يمكن تكون إدارة الجمارك، يمكن يكون أي مؤسسة أخرى اللي عندها مصالح مادية تحكمت لها بها، ممكن يكونوا أفراد كما هو حال هذه الملفات التي تبنتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. وهناك تعويضات مالية محكوم بها لفائدة الضحايا. اليوم طبعا بعد الإفراج على المتهمين، ستباشر الجمعية من خلال المحامين المكلفين بالملفات الإجراءات تنفيذ هذه التعويضات المدنية المحكوم بها، وهذا حق للضحايا. إذا كان للمداني الحق في طلب العفو، وهو هذا اعتراف صريح بارتكابه من الأفعال الإجرامية، إذا كانت تصريحاتهم كلها من أجل يعني الاعتذار للضحايا اللواتي والذين ارتكبت في حقهم الجرائم الجنسية، فكنظن من المنطقي يكون هناك يعني انضباط لأحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك، منحت هؤلاء الضحايا تعويضات مدنية على الأقل فيه نوع من جبر الضرر. كما أقول، راه لن يجبر ضررهم، راه الأوضاع الاجتماعية اللي كيعيشوها صعبة جدا، ولكن نوع من جبر الضرر. أولا في الحقيقة سعدت كما قلت من سمعت الاعتذار للضحايا، هذه مسألة إيجابية جدا. ثانيا، كنتمنى أنهم كما قلت استمروا في هذا الجو اليوم اللي تخلق ديال رغم أنك ترتكب أفعال إجرامية، ولكن كاين إجراءات وكاين اختصاصات مخولة بمقتضى الدستور لرئيس الدولة لجلالة الملك تمتعتوا بها، فالضحايا كذلك لهم الحق في أن يتمتعنا ويتمتعوا بحقوقهم المنصوص عليها قانونيا.